يونت 9 ادفنتشر 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 يعني مغامرة، وقلنا ادفنتشرر يعني شخص مغامر. Let's see the vocabulary. Diving. Diving. والشخص اللي بيغوص اسمه diver. Diver. Mountain biking. Mountain biking. اللي هو to ride a bike but on the mountains. طبعا special bike، مش أي دراجة تمشي فيه الجبال. Sailing. Sailing. Sailing يعني ناخد boat، مركب صغير، ونمشي فيه البحر. كاياكينج. كاياك اللي هو القارب الصغير ده، بياخد فرد واحد وننزل بيه المية، وفي روز مجاديف ده اسمه كاياك، حتى فيها تطويلة شوي. كاياكينج. 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 والقارب الصغير ده اللي واحد بيقعد فيه اسمه كاياك. كاياكينج. كاياك. روك كلايمينج، وما بننطقش البي، واي بي بعد ام في الانجليش ما بننطقهاش. روك كلايمينج. زيب لايننج اللي هو الانزلاق على الجليد باستخدام الحبل بالطريقه، انزلاق باستخدام الحبال بالطريقه دي. زيب لايننج. تريكينج. 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 السير على الأقدام في الجبل. تريكينج. تريكينج. ويند سيرفينج. ويند سيرفينج. ركوب الأمواج. وكمان بيستخدموا كلمة سيرف لتصفح الإنترنت. سيرف ذا إنترنت. تنت. أي حد بيعمل كامبينج، تخييم في الجبل أو في الصحراء، بيحتاج تنت، خيمة. تنت. كامل. كامل. كلايم. كلايم. كاري. كاري. ووتر سبورت. ووتر سبورت. كل الرياضات اللي بتتعمل على المياه اسمها ووتر سبورت. سويمينج. دايفينج. ويند سيرفينج. ووتر سكيينج. ماونتن سبورت. رياضات جبلية. ادفنتشر. ادفنتشر. اي رياضة فيها خطورة شوية، فيها مغامرة، بنسميها ادفنتشر سبورت. ارجيومنت. argument. وفي كمان كلمة نقاش، discussion. وخدنا debate، نقاش أو جدال، كلهم يعني بنفس المعنى، بس النقاش العادي بيبقى discussion، الجدل بقى لو احتد شوية يبقى argument أو debate. plan. negotiate. negotiate. التي هنا بننطقها شيء. negotiate. التفاوض. negotiation. negotiation. experience. experience. خبرة، عنده خبرة. he has experience. شخص خبير. expert. mount catherine. mount catherine اللي هو جبل سانت كاثرين. mount catherine. ذهب. راس شيطان. راس شيطان اللي هي منطقة راس شيطان دي، أحد المناطق في سيناء. سيرابيت الخادم. عين كد. The Red Sea. أماكن كلها للغوص في البحر الأحمر. Activities. Activities. Article. Wind. شايفين كلمة article مكررة؟ Wind. الرياح. Scary. Scary. مخيف. Try. وبيجي بعدها verb plus ing. Try skiing. Try climbing. Bit. قليلاً. ما أقول مثلاً a bit difficult يعني إلى حد ما خطير، صعب. nearly. journey. بدوين. بدوين. منطقة بدوية. بدوين. guide. decide. way. travel. carefully. ideas. skills. equipment. equipment. arrive. dates. تاريخ. وديت كمان بتيجي بمعنى تمر أو بلح. trip. trip رحلة قصيرة، لو طويلة بقى تبقى journey. journey. say. said. said. think. thought. thought. sleep. slept. slept. leave. left. left. find. found. found. get. got. got. win. won. won. يعني التصريف الثاني من win بيتنطق بالضبط زي رقم واحد. one.
lose, lost, lost, sing, sang, sung. dangerous عكسها safe، والخطر اسمه danger، والأمان اسمه safety. start, finish, leave, arrive, carefully, carelessly. والشخص الحريص اسمه careful، والمهمل يبقى careless. diving is a sport where a swimmer goes deep underwater. kayaking, a sport or hobby when one or two people travel on a narrow boat. يبقى الكاياك is a narrow boat، قارب ضيق. mountain biking, a sport where someone rides a bike not on roads, in the on the mountains. rock climbing, a sport where someone climbs up rocks. sailing on the sea or a yacht يعني يخت، وال سي اتش هنا ما بتنطقش، يات او يات او يوت، اللي انا نطق كتير الكلمه دي. something you sleep when you go camping، something you sleep in، دايما التنت مرتبطه ب camping. guide, a person who shows places to tourists، tourists يعني سياح. trekking, a sport where someone walks usually for long distances، مسافات طويله، اللي بيمشي المسافات الطويله ده اسمه trekking. windsurfing, a sport where someone travels on water while standing on a boat with a sail. journey, رحلة طويلة شوية. adventure, exciting experience when something unusual or dangerous happens. ziplining, a sport where someone slides يعني ينزلق. along a metal wire, حبل معدني، ودي موجودة طبعا، حبل كده بيكون فيه زي بكرة كده والشخص بيتربط فيها وينزل بين الجبلين، بيكون جزء منخفض وجزء مرتفع. two high points. wind, the movement of air، اللي هي الرياح. look هنا بمعنى يبدو، look scary، look fun، look بيجي بعدها دايما صفة. look at, arrive on، يصل في تاريخ كذا، بيجي بعدها يوم. travel from to، يسافر من إلى. leave on برضو بيجي بعدها يوم معين. plan for the future، do anything scary، come home on برضو تاريخ، أيام الأسبوع كلها أو تاريخ بادئ بتاريخ اليوم، اليوم مش الشهر، يجي قبله on. travel home by، that's right، I'd love to، بيجي بعدها مصدر. wake up بتساوي get up. go windsurfing، go دايما بيجي بعدها verb plus ing. go sailing, go swimming, go hiking, go windsurfing. stay with، يقيم مع شخص. see you then, cook a meal, there is no time, sleep in a tent. دي كلها بسيطة. go قلنا بيجي بعدها فعل زائد ing، أي رياضة أخرها ing بتيجي قبلها كلمة go. لكن go to بيجي بعدها مكان عادي، go to the mountain, go to the beach, go to school. kayaking, mountain biking، ziplining, trekking, down the river. كل الحاجات دي ممكن تيجي قبلها كلمة go. لو عايز اكتب the first of March بنكتبها بالطريقة دي، بس بننطقها the first of March، ويجي قبلها حرف الجر on. ليه؟ لأنه ده يوم مش شهر. لكن in March، in April، دي طريقة تحويل أيام الأسبوع أو الشهر إلى ordinal numbers. يعني لو عايز أقول مثلا يوم الثاني من فبراير أقول the second of February، third، fourth، fifth، ودي الاختصار بتاعه، first، second، third، fourth، fifth، sixth، seventh، eighth، ninth، tenth، eleventh، twelfth، thirteenth، fourteenth، لحد بقى twentieth، وارجع أقول تاني twenty-first لحد thirty-first. طيب اوكي. going to، going to معناها سوف، وبيسموه المستقبل القريب، وبيجي قبلها verb to be اللي هو am او is او are، وهي من اشكال المستقبل، يعني بتدل على المستقبل. طبعا بنستخدم am مع I am going to، يجي بعدها مصدر الفعل. is بتيجي مع he she it. are بنستخدمها مع you و we و they. ممكن نختصر am إلى apostrophe m، و is إلى apostrophe s، و are إلى apostrophe re.
Example, I am going to visit Alexandria next week. Next week يعني الأسبوع القادم. كلمات المستقبل اللي هي next و tomorrow و in the future في المستقبل. Next week, next month, tomorrow, غدا. Next month, next Monday. كل دي كلمات تدل على المستقبل. لو عايز نعمل نفي نحط not بعد كلمة am أو is أو are. نبدأ بالفاعل وبعدين am أو is أو are وبعدين not وبعدين مصدر الفعل. They are not going to visit Alexandria. He is not going to eat fish. لو عايز أعمل سؤال يكون إجابته yes أو no أبدأ ب is أو are بعدين الفاعل بعدين going to بعدين مصدر. Is she going to play tennis? Yes she is أو no she isn't. لو عايز أعمل سؤال بأداة استفهام أبدأ بأداة الاستفهام وبعدين is أو are وبعدين الفاعل وبعدين going to وبعدين مصدر. What are you going to eat for lunch? Where is she going for holiday? طب إحنا خدنا will زائد المصدر وقلنا will زائد المصدر للقرارات السريعة، لكن بتستخدم going to عند التخطيط أو النية لشيء قبل عمله. يعني طالما مش قرار سريع يبقى استخدم going to. التنبؤ مع وجود دليل في المستقبل. لما أقول مثلا look at those dark clouds it's going to rain، دليل على إن السماء ستمطر. لو أنا باخد القرارات دي بناء على خطة أو plan أو نية استخدم going هو طبعا هنا الكتاب مش جايب استخدامات will و going to ولا الفرق بينهم فكده بس احنا المرة دي هنذاكر going to. طيب شوف كده ازاي نحل. Is Reem going to؟ يبقى هنا اختار مصدر على طول go. I not going to؟ I am. Tomorrow where going to؟ يبقى going to بعد المصدر. Are you travel؟ Are you going to travel؟ طيب نشوف كده نحل كام جملة عليهم بسرعة.